وإلى جانب إثارة وتشويق السباقات التي تشهدها حلبة البحرين الدولية، شهدت المنطقة الترفيهية تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور ومحبي رياضة السيارات الذين عبروا عن مدى استمتاعهم وعائلاتهم بأجواء السباق في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. لا تخلو حلبة البحرين الدولية في كل مرة تستضيف سباقات الفورمولا واحد من التشويق والإثارة والمتعة، أجواء تفاعلية كبيرة يحضرها محبي سباقات السيارات من مختلف دول العالم. صاحبت التجارب الأولية لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021. والله السنة الأجواء وايد حلوة مقارنة بآخر مرة، نشوف في حضور جماهيري وما شاء الله التنظيم جدا رائع. من أول ما دخلنا في متابعة من المنظمين، الكل ملتزم الحمد لله، يعني مستانسين قاعد نتابع السباق والاكتيفيتيز الموجوده والتعقيم الموجود، يعني احنا مطمنين والحمد لله كل شيء تمام. بالنسبه لاجراءات كورونا، هل تتفقين انها هي كانت اجراءات سلسه؟ هل هناك في تعقيم مستمر؟ صراحه اي، في كل مكان حاطين معقمات، الكل ملتزم بكمام ماله، كل شيء معقم، بالعكس يعني الواحد وهو مطمن. الالتزام بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا كانت نصب أعين المنظمين القائمين على نجاح السباق، بالتزامن مع ما شهدته المنطقة الترفيهية من تفاعل كبير أبداه الجمهور. والله شعور يعني صراحة يعني حماس اللعبة الصراحة، يعني أول مرة اتجاه اللعبة في البحرين فمتحمسين وايد، وخاصة إجراءات الاحتزازية اللي سووها البحرين صراحة خوش إجراءات صراحة، وكل شيء في تأمين وأمان صراحة ما يقصرون. ما شاء الله في ناس ياو، في حركة، والأجواء وايد حلوة، تنظيم ممتاز يعني، ومستانسين الحمد لله. المتعة والإثارة لا تكتمل في حلبة البحرين الدولية إلا عندما تمتزج بحب هذه الرياضة وأجوائها المتميزة التي أسهب الجمهور في التعبير عنها في الحلبة في ظل تنظيم متميز وتعاون كبير من مختلف الجهات المشاركة. على هامش استضافة حلبة البحرين الدولية لهذا السباق، توافد محبو رياضة السيارات من مختلف دول العالم ليكونوا جزءا من عفوية هذا الحدث وأجوائه الممتعة هنا في موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط مملكة البحرين. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.